السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل صلاة وسلام. النهاردة يا بنات انا زي ما وعدتكم انا جاية بوصفة هدية للعرايس، تمام؟ وطبعا ستات المتجوزة تعمل الوصفة دي تحفة جدا، بتشيل الجلد الميت اللي على البشرة، يعني شوفوا البشرة اكنها ايه، اي بشرة بيبقى اكنها ايه، ما فيهاش اي حاجة. انا هوريكم دلوقتي بالخطوات، هتشوفوا ايدي مطلعة ايه، مطلعة جلد الميت، ما يعني ايه، احنا في غنى عنه، تمام؟ الوصفة دي سهلة جدا جدا جدا، انا جايباها من خبير التجميل مغربية. بصوا يا بنات، بمكون واحد بس، دي شابة مطحونة، تمام؟ الشابة المطحونة دي يعني فظيعة جدا للبشرة والجسم، تمام؟ بصي يا حبيبتي، انتي وهي انتي طبعا ايه، تملي البانيو مية، مية دافية، تمام؟ وتنامي في المية دي، ماشي؟ وطبعا ايه، الشاور بتاعك او صابونة، يعني شوفي انا جايبها لك بابسط ايه التكاليف، صابونة عادية، دي صابونة دي طول، تمام؟ وتروحي عاملة ايه، تمشيها على جسمك كله، او بالشاور الجسم بتاعك تمشيها على جسمك وتخليه يرغي زي ما انا هعمل دلوقتي. دي مية عادية خالص، تمام؟ انا دلوقتي برغي المية، برغي الصابونة، ثواني ابعد الطبق. انا دلوقتي ايه، اكنك ايه، انت مرغية حاطة الشاور بتاعك على جسمك او الصابونة عادي جدا، وتروحي واخدة من الشابة دي، تمام؟ لو عندك لوف مغربي يبقى تمام، ما عندكيش اعملي بايدك زي ما انا هعمل دلوقتي، تمام؟ تفضلي تدعكي جسمك كله وكله بنفس الطريقة. شايفين طبقة الجلد؟ بصوا الشابة بقت لونها عامل ازاي. انا عشان جربتها قبل كده علشان اقول لكم عليها، عشان اجربها الاول يعني، علشان يبقى فيه مصداقية، مش مطلعة كتير جلد ميت، ان انا عملتها على جسمي كله. هي دي الطبقات الجلد الميت، شايفين؟ الوصفة دي تعمليها في ايدك كلها، في جسمك كله، مش ايدك بس، ايدك ورجلك وجسمك كله من اوله لاخره، وانتي نايمة في البانيو، تمام؟ ارغي برضو الصابونة، كل ما يبقى فيه مية في بشرتك او في جسمك كل ما يبقى ايه، مع الدعك ده كده هتلاقي الجلد ميت هيبقى طالع من ايدك مرة واحدة في السنة يا بنات، عشان الشابة بتشد. انا دلوقتي حاسة بايديا مشدودة لانها بتشد الترهلات اللي في الجسم برضو الوصفة دي، تمام؟ انتي جربيها وان شاء الله هتلاقي فرق رهيب. ثواني هغسل ايدي بس. انا كده يا بنات غسلت ايدي، ناعمة جدا مشدودة، انا حاسة بايه، بشدة فيها يعني في جسمك كله، لو في اي ترهلات الوصفة دي فظيعة جدا، تمام؟ بعد ما تعملي الوصفة دي وتطلعي خلاص من الحمام، تجيبي اي كريم مرطب، انا بستخدم دوف جميل قوي، بيبقى فيه حليب، الحليب بيبقى حلو قوي للبشره،
هستخدم دوف. تمام، بيدي رطوبة جميلة قوي قوي قوي. بصوا انا مش هقول لكم بيض لان انا بشرتي اصلا بيضة. تمام، انتوا هتحسوا بالفرق. يعني انا لو حطيت ايدي هنا تحس ان ايه الملمس بتاعها مش ناعم قوي، لكن هنا رهيب، اقسم بالله العظيم رهيب، تحفة جدا. كمان الكريم عطى ترطيب رهيب جدا، فانا بتمنى تجربوها، دي هديتي للعرايس والله العظيم، تحفة فنية. انا عملت بيها جسمي كله طلع منه بلاوي، يعني شوفي على قد ما الواحد بيبقى بشرته حلوة بيضة. تمام، ويقول خلاص يعني انا بشرتي ما فيهاش اي حاجه، لازم كل فتره تعملي تجربي حاجه تشيل الجلد الميت اللي في بشرتك، يعني بتبقى حاجه تحفه. الوصفه دي زي ما قلت لكم تعملوها مره واحده في السنه على جسمكم كله، والله العظيم الملمس رهيب ناعم جدا، مش قادره اقول لكم عليها. الشابه دي يا بنات كنز 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 بجد، في البيت لكل بنت ولكل ست متجوزه ولكل عروسة. اعملوها وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وان شاء الله هتدعوا لي عليها جامد جدا. يلا بقى ايه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. الوصفة دي من الاخر، انا جايباها من خبيرة تجميل مغربية والله، يعني بجد والله العظيم من الاخر، وقالت لي لو ما عندكيش ما اللوفة المغربي ممكن تعمليها بايدك عادي جدا ونفس النتيجة هتحصل. ناعمة جدا والله العظيم، ناعمة جدا، مش قادرة اقول لكم، فظيعة، مختلفة عن ملمس ايدي دي. تمام، يلا مع السلامة.